السلام عليكم يا شباب، رب تكونوا بخير. التوتوريال النهارده هنتكلم فيها عن الديزاين اوف ويلدد جوينتس. طبعا انتم المفروض شفتوا الكلام ده في المحاضره وفاهمينه. عموما الويلدد جوينتس مهمه جدا كاجزاء في الديزاين في اي ماشينز او اي بارتس، لان احنا عندنا دايما الويلدد جوينتس او اللحام بشكل عام هو دايما بيبقى نقطه ضعف في اي بارت. فدايما بنهتم جدا ان احنا نحسب الاستريسز عليه، وبنهتم جدا ان هو يبقى سيف، وبنهتم جدا ان احنا نحسب اللحام السايز بتاعه يبقى قد ايه عشان يستحمل الفورسز والاستريسز اللي موجوده. فعشان كده الجزء ده مهم جدا في الديزاين، وبيستخدم كتير جدا في الابليكيشنز بتاعت المانيفاكتشرنج. هنتكلم عن الاستريسز اللي بتحصل عندنا في الويلد جوينتس. احنا عندنا ثلاثه اساسيين، عندنا الدايركت شير ستريس والتورشنال شير ستريس، وعندنا البيندنج مومنت ستريس. طيب الدايركت شير ستريس زي ما انتم عارفين، واساتذه في الاستريسز والدكتور اتكلم كتير جدا في الموضوع ده، وباشمهندس محمد حسين شرح اكتر من توتوريال في موضوع الاستريسز. احنا عندنا الشير فورس لما بتاثر بنعمل ايه؟ بنحسب الدايركت شير او الدايركت شير ستريس، بانه احنا بنقول الفورس على الاريا، او كنا بنحسبها على حسب يا دبل شير ستريس او ايه بالظبط. بس هنا في الويلد جوينت بنحسب الدايركت شير ستريس، ده ودايركت شير بتساوي الفورس اوفر 0.707 اتش اند سيجما ال. ايه هي السيجما ال؟ هنلاقي مكتوب على جنب هنا التوتال لينث of weld joints، يعني طول الكلي للويلد جوينتس. يعني لو انا عندي دلوقتي جزء 50 وجزء 100 وجزء 50، انا بحسب بجمع الاطوال بتاعه اللحام، ودوت يبقى السيجما ال. الاتش دي هي الويلد سايز، السايز بتاع اللحام. ده الدايركت شير بيبقى سيمبل جدا وبسيط. تبدأ بعد كده التورشنال شير ستريس. طب انا لو دلوقتي عندي تورك مؤثر على الجزء بتاع اللحام على الويلد اللي موجود، بحسب ازاي؟ طبعا احنا عارفين التورشنال شير ستريس بنحسب تي ار على جي. التي كانت المومنت او التورك، والار هي الريديوس، والجي اللي هي المومنت اوف اير، البولار مومنت اوف اير. بالظبط هنا برضو نفس النظام، بس بيحصل تغيير بسيط ان تي ار هي بس تحت الاوفر بقى 0.707 جي يو اوفر مالتيبل اتش. اتش زي ما قلنا برضو الويلد سايز، والبولر والجي يو اللي هي جي يو اللي هي البولر مومنت اوف ايريا. طيب هنحسب ازاي الجي يو، وهنحسب ازاي الار، وهنحسب الكلام ده ازاي؟ هنتكلم عنه تفصيلا في البيج اللي جاي. طيب هنروح على البيندنج مومنت ستريس. احنا دلوقتي لو عندي فورس بتعمل بيندنج، طيب الفورس اللي بتعمل بيندنج دي احنا كنا بنحسب مومنت واي على اي، ام واي على اي. كنا بنحسب الام البيندنج، وبنشوف الديستانس بتاعت اللي هي كنا بنسميها واي، والاي اللي هو اليونت مومنت اوف اي. هنا بالظبط اللي بيحصل ان احنا بنغير القانون برضو بنفس الفكره، بيتحسب معايا ام واي على 0.707 اتش اي يو. طب الاي يو جي يو دوت ليهم تيبلز بتخش بتحسب او بتعرف القوانين اللي بتحسب بيها. طيب هنيجي نبص دلوقتي على التيبل اللي موجود. طيب دوت التيبل اللي المفروض نحسب منه الجي يو. التيبل دوت موجود طبعا في الكتاب، وانتوا تقريبا المفروض ان الامتحان بتاعكم بيبقى اوبن بوك، فبيبقى معاك الكتاب في الامتحان. طيب انا بيبقى عندي اول حاجه في الكولم الاولاني بيبقى عندي فيه الويلد شيب، شكل اللحام بتاعي بيبقى عامل ازاي؟ هل هو لاين، هل هو بارلل لاينز، او هو ال شيب، او هو سي شيب، او هو سكوير كروس سيكشن، او اي كروس سيكشن بنفس السايز. لو البي بيساوي الدي يبقى سكوير، او البي ديفرنت عن الدي بيبقى ريكتانجل. طيب او اللي هو سكوير. طيب دلوقتي هنا في تاني حاجه بتلاقي ثروت
اريا دي بالنسبه لك انت مش هتستخدمها وتتجاهل الثروت اريا وما لكش دعوه بيها خالص. طيب احنا دلوقتي في تاني حاجه مهمه جدا، السنتر اوف جرافيتي اللي هو الكولم 3 دوت، هو بيحسب السنتر اوف جرافيتي. طبعا الكلام ده انتوا خدتوه في اعدادي وعرفتوه بعد كده في الميكانكس في اولى، ان السنتر اوف جرافيتي هو السنتر اوف ماس، او اللي هو السنتر بتاع المومنت بيأثر عنه. لو عندي اي مومنت بيأثر في السنتر اوف جرافيتي، يبقى الجي بوينت هي السنتر اوف جرافيتي اللي بيأثر فيها المومنت. خليك فاكر كويس الكلمه دي عشان الكلمه دي مهمه جدا واحنا بنحسب المسائل. طيب بيبدا يديك انت لو عايز تعرف الجي البوينت بتاع السنتر اوف ماس او السنتر اوف جرافيتي بتاعك فين، بيقول لك الجي. لو احنا عندنا لاين مثلا بيقول لك الجي بتاعي الاكس بتبقى في الزيرو دايركشن، او الاكس بتساوي زيرو لان احنا هو مجرد لاين، والواي بيساوي دي اوفر 2. الدي اوفر 2 اللي هو في الايه، في الهاف لينس بتاعي، في نص المسافه بتاعتي، في نص الديستانس بتاعتي. فهنا دوت عشان لاين الموضوع سيمبل جدا. طيب في حاله ان انا عندي تو لاين بارل، طبعا برضو بنفس اللوجيك ان التو لاين بارل الجي هتبقى في النص ما بينهم سواء في اللينث او الويدث. طيب هيبقى الاكس بار هتساوي بي اوفر 2 والواي بار هتساوي دي اوفر 2. نفس النظام بقى لو في ال شيب او سي شيب او سكوير او تانجل او سيركل، بيبقى عندي كل شكل فيه الاكس بار والواي بار، وبيديني القوانين بتاعت اللي بحسب بيها، وبيبقى عندي البي والدي اللي هم دول المفروض اللي هو بيبقى ايه اللي هو اطوال اللحمات اللي بتديني الشكل ده. طيب بنروح بقى نحسب حاجه مهمه جدا، احنا بنحسب السنتر اوف جرافيتي زي ما قلنا عشان دي نقطه التاثير الفورسز وهي نقطه تاثير المومنت. يبقى انا مهم جدا ابقى عارف ان السنتر اوف جرافيتي انا هجيبه ليه، واحنا قلنا احنا بنحتاج الاي يو والجي يو، بس احنا برضو بنحتاج السنتر اوف جرافيتي عشان هو دي نقطه تاثير الفورسز او المومنت. طيب لما نيجي نحسب الجي يو برضه نفس النظام، احنا كنا زمان بنحسب الجي يو بقوانين معينه، بتبقى عارف ان لو كذا كذا بيبقى 1 اوفر 12 بي دي كيوب، وكنا بنحسب بالحاجات اللي احنا عارفينها القديم. لكن هنا بيبدا يختلف القوانين، وكل شيب من الشيبس دي بيبدا يبقى ليه قانون مختلف. مجرد اني بخش ابقى عارف الشيب بتاعي وابدا اخش في التيبل ابدا ابص عليه احسب الاكس بار والواي بار وبعد كده احسب الجي يو. نفس النظام في البندنج، بيبقى عندي اشكال مختلفه، ببدا اجيب السنتر اوف جرافيتي بتاعتي وببدا احسب الاي يو بتاعي يونت مومنت اوف اريا. طيب ده كده احسب ازاي السنتر اوف جرافيتي واحسب ازاي الاي يو. دلوقتي هنروح نبص على بعض الاكزامبلز اللي هنوضح فيها ازاي تعمل الكالكوليشنز بتاعتك وازاي تحسب الستريسز وازاي تحسب المطلوب منك، سواء بقى بعد كده ان هو هيدخل لك الجزء بتاع الويلد جوينتس في الفاتيك او في المسائل القديمه بتاعتك اللي هو بقى يعمل الكومباين للشابترز بتاعت الديزاين اللي انت درستها. طيب مهم جدا نبص على الاكزامبلز دي، الاكزامبلز دي الى حد ما هتوضح لك الطريقه اللي المفروض تستخدمها، ولو فهمتها كويس انت هتقدر تحل اي مساله قدام. اي سؤال في الويل جوينتس هتقدر تحله لو فهمت ازاي تكالكليت الدايركت شير التورشن البندنج. بعد كده هترجع تستخدم الستريسز اللي انت اتعلمتها، هتستخدم الفاتيك، هتستخدم الماكسيمم والمينيمم ستريس، هتستخدم الحاجات اللي انت خدتها في الشابترز اللي فاتت. طيب الكلام ده احنا بنعمله ازاي؟ طيب بص يا باشمهندس، احنا دلوقتي على اول سؤال، هو مديني البيرميسابل شير ستريس ايكوال 140 ميجا باسكال. طيب احنا عندنا شكل جزء بليت وجزء ملحوم فيه بليته ثانيه، بيبقى بيديني الدايمنشنز بتاع الويلدنج بتاعي، عندي هنا 60 عندي هنا الجزء دوت 50. يبقى طيب فوق هنا هتلاقيه مديك علامه كده اتنين مثلث او اتنين تريانجل موجودين فوق، ومديك رقم جنبيهم. الرقم اللي بيبقى موجود دوت هو الاتش، هو الويلد سايز. هنا لما كتب لك الجنب المثلثات دي اللي هو 6 يبقى ده الويلد سايز اللي هو الاتش بتاعها 6. طيب
هنا هو بيأثر بفورس. الفورس دي ايه؟ الفورس دي يعتبر مأثرة في نفس المستوى بتاعي اللي فيه الويلد جوينت. طيب الويلد جوينت هنا عامل ازاي؟ ايه يا باشمهندس المثلثين دول؟ المثلثين دول معناه ان هو لاحم في الجزء من فوق ومن تحت. فاللحام فوق عندي في الستين من فوق وعندي من الستين من تحت. وهنا في الجزء اللي هو اللينث بتاعه 50 هو بيقول لي ان هو عامل ويلدنج بس في ايه؟ في مثلث واحد، يعني معناه في اتجاه واحد. طب هو لو كان عمل لي مثلثين يبقى كان معناه ان لاحم في الخمسين من الجزء ده ولاحم في الخمسين من التيب او من الاند بتاع البليتا دي، يبقى كان لاحم من الناحيتين. لكن لما هيقول لك ان هو جزء مثلث واحد يبقى هو في فين؟ في البوينت اللي انت طالع منها السهم بتاعك. طيب يبقى هنا لو عايزين نحسب التوتال لينث بتاع السيجما ال بتاعتي عامله كام؟ احنا هنا لاحمين عامل ويلدنج فين؟ في ال 60 اللينث اللي هو ال 60 ولحم فوق وتحت يبقى 60 و60، وبعد كده ال 50 دي عمل فيها لحام فين؟ في اتجاه واحد. يبقى كده عندي الويلدنج بتاعي ايه؟ الويلدنج بتاع 60 زائد 60 زائد 50 هيديني 170، ده السيجما ال. والاتش اللي هي الويلد سايز مديها لي ب 6. طيب الفورسز بتاعتي بتاثر فين؟ الفورسز بتاعتي بتاثر فين؟ في نفس الليفل. فالفورس بالشكل دوت زي ما انتم عارفين ان هي بتعمل ايه؟ دايركت شير. دايركت شير بتاعي دوت معناه ان انا برجع للقانون السيمبل جدا بتاعي بحسب الدايركت شير اللي هو ايه؟ اللي هو بالظبط يا شباب فورس على 0.707 اتش سيجما ال. اجي اعوض في القانون الاف انا مش عارفها وهو طالب ان انا احسب الاف، بعد كده ابدا اعوض 0.707 ايه مالتيبل 6 مالتيبل ايه 170. طيب ابدا دلوقتي انا عايز اجيب الفورس، هو بيقول لي البيرميسبل شير ستريس بتاعي 140. ابدا اقول ان الفورس او الدايركت شير ستريس دوت لازم يبقى ايه اقل من ال 140، فالفورس هتطلع لي ايه 101، يعني تقريبا هيطلع ب 101. يبقى ال 101 دي خلي بالك هتبقى كيلو نيوتن، لما تضرب ال 140 في ال 170 في 6 0.707 هيديك 101 كيلو نيوتن. طيب الموضوع بسيط جدا، تعالى بقى نبص. طب لو دخلنا الموضوع فيه تورك ايه اللي هيحصل؟ طيب انا دلوقتي هنا في المساله الثانيه بيبقى عندي شكل نفس الشكل دوت بنفس اشكال اللحامات، هو لاحم هنا زي بالظبط فوق زي ما احنا شايفين على السكرين ولاحم تحت عشان هو قال لي السهم بتاعه عليه مثلثين، فهو كده معناه لاحم فوق وتحت وحط 6 اللي هي الاتش، وبعد كده عند اللينس ال 50 دوت حط ايه سهم واحد يعني لحم في اتجاه واحد وحط ايه 6 برضو الايه الويتس بتاع الويلد. طيب فشكل اللحام يا باشمهندسين هو الشكل السي ايه سي سيكشن، يبقى شكل اللحام هو السي سيكشن بتاعي دوت الشكل ده. طيب هنا الفورس بتاعتي بتاثر، انا المفروض زي ما احنا عارفين ان انا عايز احسب فورس او عايز احسب ستريسز على سيكشن معين او على كروس سيكشن معين ببدا انقل الفورس دي في البوينت اللي انا المفروض عايز احسب عندها. فين البوينت؟ زي ما قلنا احنا بنحسب دايما عند ايه؟ سنتر اوف جرافيتي، عشان دي النقطه اللي هياثر فيها الفورس والمومنت او التورك هنا. فانا لما انقل الفورس في الناحيه الثانيه هيديني ايه؟ هيديني ان الفورس هي هتبقى برضو في نفس الدايركشن بتاعي عند الجي. طيب لما انا دلوقتي هحسب التورك، التورك هنا هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى فورس في الديستانس لحد الجي. الديستانس دي عشان احسبها طب ما انا عايز اعرف الجي الاول. طب تعالوا نشوف هنحل سؤال زي كده عامل ازاي. طيب احنا هنا دلوقتي عندي اول حاجه الفورس دي في نفس الايه؟ الليفل بتاع الويلد، يبقى هتعمل دايركت شير حاجه زي كده شكل زي ده والفورس هتاثر عند السنتر اوف جرافيتي هتعمل دايركت شير. دايركت شير بحسب ازاي؟ زي ما حسبنا فوق بالظبط، هي فورس على 0.707 اتش سيجما ال، هتطلع برضو بنفس الفكره هتبقى اف اوفر 721.14. طيب انا كده حسبت الدايركت شير. طيب انا عايز دلوقتي احسب المومنت او التورك عشان ابدا احسب الايه الدايركت او التورك بتاعي، لما احسبه احسب الايه احسب التورشنال شير.
طب عشان احسب التورشنال شير قلنا هنبدا نشوف البوينت اللي بيأثر فيها التورك. طيب عشان انقل الفورس بتورك للسي جي بتاعتي لازم اروح احسب الايه؟ الاكس بار. طب تعالوا كده نبص للشيب دوت في التيبل بتاعنا لما كان هنا، ادي بالظبط الشيب بتاعي، هنا الجي بتاعتي بتبقى ايه؟ بعيده عن الجزء دوت عن طريق اكس بار. الاكس بار ده عشان احسبه هعمل ايه؟ بي سكوير اوفر 2 بي بلس دي، وهنا الدي اللي هي ال 50 والبي بتاعتي اللي هي ال 60، فابدا اروح اعوض بالكلام دوت في الايكويشنز دي، ابدا اطلع ان الاكس بار بتبعد ايه؟ ديستانس 21 و18. ال 21 و18 دول نخلي بالنا هم المسافه منين؟ هم المسافه من اللاين اللي موجود دوت. من اللاين المسافه بتاعتي كام؟ 21.18. طيب انا عايز دلوقتي احسب التورك زي ما عارفين قبل كده، احنا عشان نحسب التورك فورس فلنس فورس فلنس. طب الفورس انا مش عارفها، لكن اللينس دلوقتي انا عارفه. التوتال لينس بتاعي لما نبص بقى على الرسمه الاساسيه، التوتال لينس بتاعي مفروض كام؟ انا عندي السي جي بيبعد عن الجزء التيب بتاعي او الاند بتاعتي بتاع البليت دي بكام؟ 21 و18، والتوتال لينس بتاعي كام؟ 100 زائد 60، يبقى المفروض الفورس هضربها في الايه؟ في المسافه 160 ناقص ال 21 و18 اللي هي المسافه بتاعتي اللي هي كام؟ هنا يبقى التورك بتاعي اف في كام؟ 138.82. طيب دوت دلوقتي انا عايز دلوقتي احسب الار، انا عندي القانون زي ما احنا عارفين تي ار على جي يو. طب عشان احسب الار بتاعتي اعمل ايه؟ انا دلوقتي عندي الديستانس بتاعتي اللي هي دلوقتي ال 38.2، الكلام ده هيبقى واضح هنا اكتر. هنا في الرسمه دي بالظبط انا عندي دلوقتي الراديوس بتاعي دوت انا عايز احسبه. انا المسافه دي انا عارف ان هي ايه؟ 38 و8 2. طيب والمسافه دي اللي هي دي على الاثنين اللي هي 25. احنا طبعا بقوانين فيثاغورس القديمه جدا خدناها في ابتدائي واعدادي احنا هنقدر نحسب ان ار بتساوي روت 38 سكوير بلس 25 سكوير. طيب دلوقتي هنرجع هنا تاني هنبص احنا عندنا لما بنحسب هنبدا نشوف ان الار بتاعتي لما احسبها هتطلع ب 46.17 مليمتر. طيب انا دلوقتي حسبت الار، حسبت التورك، انا محتاج احسب الجي يو. الجي يو عشان احسبها زي ما قلنا هنرجع للايه؟ هنرجع للتيبل بتاعنا. التيبل بتاعي بيقول ان الشيب دوت عشان احسب الجي يو بتاعي استخدم القانون دوت، واحنا عارفين ان الدي ب 60 والدي ب ايه؟ ب 50، اقدر اعوض فيه وابدا يطلع لي الجي يو بتاعي هيطلع بالرقم دوت هيبقى مليمتر كيوب. ليه مليمتر كيوب؟ عشان احنا عندنا الجزء اللي فوق كله كيوب وانا ما عنديش حاجه تحت، فيبقى عندي الجزء دوت اليونت بتاعه مليمتر كيوب. طيب دلوقتي انا حسبت كل حاجه، المشكله فين؟ مفيش اي مشكله، نخش على القانون نعوض. لما ابدا اروح للقانون وابدا اعوض فيه ده عندي ايه المشكله؟ مفيش اي مشكله، انا عندي التي وحاسبها والار انا حاسبها والجي يو انا حاسبها. يطلع لي دلوقتي التورشنال مومنت بتاع التورشنال ستريس بتاعي بدلاله الايه؟ الفورس. طب دلوقتي انا عشان عندي دلوقتي تورشنال ودايركت شير، عندي تورشنال ستريس ودايركت شير. عندي التورشنال ستريس بيأثر في الدايركشن دوت. والدايركت شير طبعا هو في نفس الدايركشن بتاع الفورس، ده النورمال بتاعي. يبقى الانجل ثيتا اللي هي بين التو ستريسز، الدايركشن بتاع الاستريسز دي ثيتا. عشان احسب الكوساين بتاعها عشان اعوض في القانون دوت، لان القانون ده بيقول لي ان التوتال بتاع المومنت او التوتال ستريس بتاعي هيبقى الروت بتاع التورشنال ستريس سكوير زائد الدايركت شير ستريس سكوير بلس 2 دايركت شير ستريس في التورشنال ستريس كوزاين ثيتا. الثيتا الانجل ثيتا دي هي الانجل ثيتا اللي هنا، والانجل دي عشان يجيب الكوزاين بتاعها يبقى الديستانس دي على الار، الديستانس دي اللي احنا قلنا 38.82
8 2 على الديستانس دي اجيبها، ابدا اعوض في القانون يطلع لي الفورس على النسبه دي، دوت مفروض التوتال بتاعي الاسترس. ابدا اقارن النسبه دي مفروض ان هي تبقى اقل من ال 140 اللي هي البيرميسبل اللي هو قالها لي، اللي هو قالها فوق كده، كان قال لي البيرميسبل شير ستريس 140، يبقى مفروض الفورس دي مفروض ما تعديش، لما احسبها في القوانين عشان اطلع الاسترس مفروض ما تدينيش ستريس اعلى من 140، فبالتالي يديني الفورس بتاعتي 12.7 كيلو نيوتن. طيب كده احنا دلوقتي عندي بيندنج، وعندي تورشنال حليناه، وعندي دايركت شير حليناه. طيب هنروح بقى لسؤال تاني ممكن يخش معايا البيندنج في مسألة. طيب هنا البيندنج الموضوع الى حد ما بيبقى اسهل من لما يدخل لي التورشنال مع الدايركت شير، عشان بيبدأ اشوف الدايركشنز بتاع الدايركت شير والتورشن واجيب الانجل ما بينهم وبحسب السنتر اوف جرافيتي والجي يو، الموضوع بيبقى ارخم شويه. لكن في البندنج الموضوع بيبقى اسهل. لو عندي انا هنا سي كروس سيكشن عندي، او السي سيكشن اللي احنا شفناه قبل كده ورسمناه زمان في اعدادي اللي هو الستيل سيكشن، لو انا معمول له ويلدنج في ايه جزء بليتا مثلا، وعامل ويلدنج ايه هنا، عامل ويلدنج في الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت باتش، هو هنا ما ادانيش الاتش، وفي نفس الوقت لاحم الجزء الداخلي بس باتش، فانا هنا برضو نفس الشيب بتاعي هيبقى سي، عامل شكل حرف سي. طيب انا هنا هو مديني الديستانس بتاعتي او اللينس والويتس بتاع الويلدنج، عندي اللينس بتاعي 150 والويتس بتاعي 50، وانا دلوقتي برضو هروح عايز احسب الاكس بار. عشان احسب الاكس بار هروح فين؟ في التيبل بتاعي. هروح في انهي تيبل يا باشمهندس عشان احسب الاكس بار؟ الاكس بار او الواي بار هتلاقيها في التيبل دوت، هي اللي في التيبل دوت، لان دي مالهاش علاقه ان انا بحسب الاي يو ولا الجي يو. الاكس بار والواي بار دي سنتر اوف جرافيتي، سواء حسبتها في التيبل ده هي اللي حسبتها في التيبل ده، نفس القانون. طيب هروح ابص على القانون بتاعي في حاله اللي احنا حسبنا بيها ده زي اللي احنا شفناه من شويه. هو بالنسبه لي الاكس بار هيساوي عندي فهو في السي سيكشن او السي شيب بيديني الاكس بار بي سكوير على 2 بي بلس دي، والواي بار هيبقى دي على الاثنين. هروح اطبق الكلام دوت هيديني الاكس بار بتاعي، وبعد كده اللي هو زي ما قلنا حسبناه هنا بي سكوير على 2 بي بلس دي هيديني ايه؟ اللي هي المسافه 10 مللي، بيبعد عن الجزء الاند بتاع او الجزء اللي هو اللينس بتاعي كام؟ 10 مللي. طيب هو انا دلوقتي الفورس دي هتعمل ايه يا شباب؟ لو انا عندي الفورس اف دي لما انقلها هنا، وعشان ننقلها هنا نخلي بالنا لما ننقلها هنا الفورس هتاثر في ايه؟ هتاثر بالظبط في السنتر اوف جرافيتي. طيب كدايركت شير انا مش محتاج السنتر اوف جرافيتي في حاجه، لان انا القانون ما بيخشش معايا حساب السنتر اوف جرافيتي. طيب نخلي بالنا ان المساله دي موجوده في الصفحه 117، هتلاقي الرسمه بتاعتها بشكل افضل من دوت، هتلاقي شرح المساله بشكل افضل. بس هو انا بيقول لك ايه؟ هو بيقول لك ان الفورس بتاعتي alternating فورس، يعني بتتغير من 0 ل 120، معنى كده ان انا داخل هنا في فاتيك يا باشمهندس. احنا لما بنبدا نغير الفورسز بيبدا يحصل فاتيك في المساله بتاعتنا. طب هننسى الفاتيك دلوقتي وهنبص هو طالب ايه؟ هو طالب الماكسيمم ستريس، المينيمم ستريس، عايز السايز بتاع الاتش. طيب دلوقتي عشان احسب الماكسيمم ستريس او المينيمم ستريس بالقوانين اللي احنا عارفينها، محتاج اعرف ايه الاسترسز الموجوده. طبعا الشكل الفورس بتاعتي دي المفروض هتاثر ايه؟ هتبقى شير فورس، الشير فورس هتعمل دايركت شير، بلس عشان انقل الايه؟ الفورس دي هنا هتعمل ايه؟ هتعمل بيندنج مومنت. طيب عشان احسب دلوقتي الدايركت شير بالظبط نفس القانون اللي فات، اف اوفر 707 اتش سيجما ال، سيجما ال هنا هتبقى كام؟ 150 زائد 50 زائد 50 اللي هي 250، هيديني النسبه دي. وطبعا كل دوت احنا بنستخدم القانون بتاعنا بنستخدم الفورس بالنيوتن، عشان كده ضربنا في 10 اس 3، وبنستخدم اللينس بالمليمتر. طيب دلوقتي كده تاو دايركت شير لما بحسبه بالفورس اللي هي ال 20
اللي هي نخلي بالنا دي 20 مش 120 عشان في هنا واحد زياده فوق يا شباب. ال 20 دي اللي هي ال 20 كيلو نيوتن تبقى بكام؟ تديني ميجا باسكال. يعني لما استخدم النيوتن والمليمتر سكو المليمتر اديني ميجا باسكال. وانا دلوقتي حسبت بالفورس اللي هي ايه الماكسيمم فورس. طب المينيمم فورس بكام؟ مينيمم فورس بزيرو. طب لما اقعد بالمينيمم فورس في القانون دوت تديني ايه؟ يبقى التاو دايركت شير مينيمم هتساوي زيرو. طيب عشان احسب البيندنج مومنت دلوقتي، طب ما انا عايز احسب البيندنج مومنت. البيندنج مومنت هنا يا شباب هتاثر في السنتر اوف جرافيتي. بس هل هنا انا محتاج السنتر اوف جرافيتي عشان اقيس الديستانس دي؟ لا، لان انا الديستانس بتاعتي هنا غير زي ما قلنا مختلفه شويه عن التورشنال. طيب هنا الديستانس بتاعتي ان الفورس للاند بتاع السي سيكشن ايه؟ اللي هي ال 250 اللي حاططها لي فوق دي. يبقى انا هحسب المومنت ماكسيمم مومنت ب 20 كيلو نيوتن في 250 في 10 اس 3 هيديني ايه؟ هيديني 5 في 10 اس 6 نيوتن ملي متر. ده كده انا مديني المومنت. عشان احسب الاكس بار هروح في البيج بتاع ايه؟ الجزء اللي فيه التيبلز، احسب الاكس بار هتديني 10. طيب انا دلوقتي يا شباب حسبت الاكس بار، عايز احسب الاي يو. نرجع للصفحه بتاعتي ابص الاي يو هو مديها لي بتتحسب ازاي. ابص على الشيب بتاعي اهو الشيب بتاعي، اروح ابص دلوقتي على الاي يو احسبها ازاي. قال لي دي سكوير اوفر 12 A تاكس B بلس D. طب اروح استخدم نفس القانون ده عوض فيه، ابدا اطلع الاي يو بتاعتي. الاي يو هتلاقي الرقم دوت بالمليمتر سكوير عشان او مليمتر كيوب نفس النظام، عشان انا دي سكوير في B بلس D فهتطلع بالمليمتر A كيوب. الناس تخلي بالها عشان دوت برضو ايه غلط مكتوب هنا، موجود ان دي مليمتر كيوب. طيب دلوقتي عشان احسب دلوقتي السيجما ماكسيمم بتاعتي ام واي على اي، الواي بتاعتي اللي هي ايه 150 على 2 اللي هي ال 75. طيب سيجما بيندنج ماكسيمم هتبقى ايه يا شباب؟ نقعد في القانون عادي، ام في واي على 0.707 اتش اي يو. طب انا عندي المومنت، انا لسه حاسب المومنت، قلنا ان هو ب 5 في 10 اس 6، الواي بتاعتي 75، الاي يو انا لسه حاسبها 0.707 وعندي الاتش، هيطلع لي الرقم دوت. طيب السيجما بيندنج مينيمم احنا قلنا احنا لما حسبنا الفورس ب 20 وعوضنا في الماكسيمم مومنت في القانون دوت احنا كده جبنا الماكسيمم مومنت. لكن لو عوضت عشان اجيب المينيمم مومنت هيبقى بزيرو لان الفورس بزيرو. طيب يبقى انا كده عندي البيندنج مومنت الستريس بتاعي في حاله المينيمم هيبقى بكام؟ زيرو. طيب عايزين نحسب بقى الماكسيمم ايه شير ستريس والماكسيمم ايه والمينيمم شير ستريس. يبقى عايز احسب للماكسيمم شير ستريس والايه والمينيمم شير ستريس. الكلام ده طبعا هنرجع للقوانين بتاع شابتر 2، ان احنا عندنا عشان نحسب الماكسيمم شير ستريس والمينيمم شير ستريس بنقول ان روت سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 الكل سكوير زائد تاو ايه سكوير. طبعا هنا انا عندي ايه سيجما واحده، فهحط اللي هي السيجما بيندنج سكوير على 2 وبعد كده التاو على 2. طيب هيطلع لي في الاخر اللي هو القيمه بتاعت 334 على اتش. طيب طب لو عايز احسب المينيمم احنا قلنا يا شباب الدايركت شير هيبقى كام؟ الدايركت شير ستريس هيبقى بزيرو، والسيجما بيندنج الستريس بيندنج بتاعي في المينيمم برضه بزيرو، يبقى بالتالي المينيمم شير ستريس بتاعي بزيرو. طيب انا دلوقتي كده حسبت الماكسيمم شير ستريس والمينيمم شير ستريس. طب انا عايز احسب الاتش اللي هي الويلد سايز اللي قالها لي. طيب الكيس بتاعتي دي كيس فيها فتيك، فهنرجع للفتيك. ودلوقتي هو قال لي ان الايه سيجما ييلد بتاعتي ب 150 والفاكتور اوف سيفتي بتاعتي ب 2. ابدا ارجع للفتيك واشوف ان انا عندي في حاجه اسمها ان التاو ام، التاو ام اللي هي ايه الشير ستريس ايه او المين شير ستريس، او التاو ايه اللي هو الالترنيتنج شير ستريس. فاحسب التاو ام والتاو ايه هيطلعوا بالقيم اللي موجوده قدامنا، وطبعا عشان التاو مينيمم اساسا بزيرو فهيطلع نفس الايه النسبه اللي هي 176 على اتش. طيب وبعد كده هستخدم بقى اي ثيري من السيريز اللي احنا خدناها سودربيرج جودمان اي حاجه، هعمل احسب واحد على الفاكتور اوف سيفتي تاو ام على سيجما
سيجما يلدع زائد تاو اي على اس اس اي. طيب هيتلاقي في الاخر الاتش ب 6 مللي. طيب هو ده بالظبط اللي هيعمله معاك. انت اهم حاجه في المسائل اللي احنا شفناها دي كلها انك ترجع تستخدم تعرف تستخدم القوانين في الاول، انك تستخدم ايه، تعرف تحسب الدايركت شير ستريس، تعرف تحسب تورشنال شير ستريس، تعرف تحسب البيندنج مومنت. دايركت شير هو سيمبل جدا، بقسم بحسب الفورس على ال 0.707 اتش سيجما ال ال. والجزء بتاع التورشنال هنا بس بيبقى رخم شويه، ان انا بحسب الاكس يو او الواي، بحسب الاكس بار والواي بار وبحسب الايه الجي يو وبحسب الار، والموضوع بيبقى فيه شويه كالكوليشنز زياده. وطبعا هنا نتيجه ان انا عندي شير ستريس وعندي سيجما التورشنال بيبقى عندي القانون بتاع الكبير اللي بستخدمه، بحسب السيتا اللي عندي بين الاثنين، فالموضوع بيبقى شويه فيه حسابات زياده عن بقى البيندنج مومنت ستريس. الموضوع بيبقى اسهل، انا بحسب بس تقريبا الاي يو، ممكن احسب الاكس بار لو احتجتها في حاجه، لكن الموضوع بيبقى اسهل من التورشنال شير ستريس لما بيخش في المساله. في كلتا الحالات هو هيسالك في الكلام ده ازاي، هيجيب لك اشكال فيها لحامات بشكل مختلف عن بعضه. هبدا اخش في اللحامات دي بان انا هتبقى، خلي بالك مش هيجيب لك شكل لحام مش موجود في التيبل، هو هيجيب لك شكل اللحامات اللي موجود في التيبلز دي. شكل اللحام بقى عليه بيندنج، عليه تورشنال، عليه دايركت شير، انت هتتعامل معاه مجرد انك هتعمل شويه كالكوليشن. اخره يعمل ايه معاك في المساله عشان يرخم عليك؟ يبدا يدخل لك الويلدنج مع ايه الفتيك، يدخله لك تحسب الماكسيمم ستريس المينيمم ستريس، يبدا يربط لك الجزء بتاع الاستريس اللي في الاول والفتيك مع الجزء بتاع الويلدنج. هو ده الويلدنج، واتمنى ان الناس تكون فهمت، ولو حد عنده اي سؤال سيب كومنت على الفيديو. شكرا يا شباب.